اي مزبوط والله بتحزني يا اخي ستالي وياكم انتو هسه تلعبون وما تلعبون عيني نلعب حبيبي نلعب وين يلا عيني يلا يلا رسم جولة منو منو انا وعمار يلا تعالي يا ضحك يلا صدام ولا نراكم شيئا لا نراكم شيئا يا صديقي العزيز انت من حسن نبلش نكبس من حسن ايه من هسه كبس بحيث يعني راح ارجع لك اياها اوكي يلا راح ارجع لك اياها بدون اسنان يلا بلاي قلعي راح افرجيكم فيها كبسات يلا الدبل مع بعض هذا ماخذ التوبان في عنده شوغر مامي في لايفو دبل هي الدبل مع بعض جماعة الدبل هذا الله يرضى عليك جولة واحدة انا وجولة واحدة بتاعك لساتني فاتحة وبعتلي قلب البرتقال ها لساتني فاتحة وبعتلي وتقولي جولة واحدة وانا جي اعمل لك يعني هسه ما افعل يمين محبة والف الحكومة وضعها يمين يلا هسه شغل على تونس نوزع الالف هاي هاي حق تونس يلا حق تونس حق تونس يلا اغنية تونس اغنية تونس طبعا استنى لابس مش شاري الكل بس يا اولاد الناس نحبكم لا بس انت طلعت الاغنيه دوا اي اعطيني اعطيني ايش في ايش في غنيه هيك معروفه لتونس تعرف شنو تحط حط تحيه العلم ايش اسمه قولي لي شكرا قمت وقفت عشان عشان بلدكم عادي شكريني عادي عادي يعني عادي عندك جمهور تونسي سامحني طبعا اقول اصلا انا قمت مش عشان مش عشان مش عشانهم عشان الجمهور التونسي عشان الشعب التونسي يلا امشي من هنا وش يمين من وين شبيه عمار عمار شبيه عمار ماله تين لا حلو جولة واحدة جولة واحدة لا 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 جولتين يا عبسي والله دائما نلعب جولتين الحق من الاول لا 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 حيوطن عليكم جولتين جولتين يلا ما نلعب جولة واحدة جولتين جولتين يمان يمان جولة 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 واحدة يلا يلا عمار ننزل يلا بسرعة ما عندي رح انزل روينا يلا جولتين عطفينا يعني عطفينا مثلا لا 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 نفضحكم والله جولتين والله جولتين لا جولة واحدة جولة جولتين جولتين لا 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 ما بتنفضح يمان بالله عليك مو دايما لعب جولتين لا اقوى تنكسري عادي عادي ما يقدر لنا عادي مرات حتى الاخوة يختلفون عادي عادي في اختلاف عادي لا يا روحي الله لا يجيب اخوي يعني بس عادي يختلف عادي اكيد 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 خلاص اللعبة جولة يلا لعب جولة ثانية يمين يلا لعب جولة معلش لعب جولة لعب جولة لا تزعل حدا يلا جولة جماعة كذا كسر عشيش يلا جولة ثانية جولة عبسي شبي عبسي معلق يا اخي سلوموشن عبسي 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 جماعة جماعة استغلوهم هما طولهين لا تعلق لا تعلق عبسي لا تعلق عبسي جماعة استغلوهم هما الو الو والله العظيم حرام اقسم بالله ابو الليس حبيب القلب شكير كل اللي ضفي ابو الليس ضفوا لي ابو الليس انيس انترزنترنترن شو السلام عليكم علق النت والله علق لا اله الا الله والله علق سرق لا لا هو اللي علق لي الجوله نزل عندي اسدين خلص نت خلص نتي وشبكتنا من نت من تلفون ثاني روح اشحن يمان عندك صدى يا زلم يمان عندك صدى ها يمان ذبحنا بالصدى والله اي والله ذبحنا بالصدى عيني حاطط صوته ورا يمين فاصلة وشيشة ودنيا حسوا طريق سريع ورا حرامي حرامي جماعة اشتركونا في القلب فوق اشتركونا في القلب فوق خلاص شفتوا طقت بالما طق نزل الصدر ها يمان ها واحد راح يجي منو هذا وين يمان والله واحد دخل والله العظيم واحد راح يجي والله العظيم يمان الخطف يمان يمين انخطف اوه لا عبسي لا اوه لا ميت لا
لا ضحى لا بعد الله يرحمه لا الله يرحمه شنو اصبر بعد ما نعرف شو صار يمكن هسه بيدفن فيه يمان خلي خابره سناب لحظه لا يدفع يدفن فيه هسه يدفن فيه مات خلاص لا شفتوا لابس ابيض انا شفتوا هسه راح نروح شهد احنا نشهد على الجريمه شنو لابس ابيض هسه راح نروح نشهد على الجريمه في المركز لا حول ولا قوه الا بالله طيب وين راح يدفن كان خوش ولد كان انسان طيب جدا طب بدي منه اسد انت تطلب اسد عبسي تطلب اسد خليني انا اللي المقدمه الاولى باهي عسلي ما وان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا لاباس اليوم باش نقدموا نشرة لا قصص انتي ليه لحظة قصة اليوم عنا عبسي باش يقدم لكم نشرة اخبار جديدة واخبار جديدة وحصريا من العالم العربي معاكم المذيعة عبسي نشرة اخبار يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطيفة المشهور السورية ما النجار من البث المباشر حيث قام شخص ما بخطفه وضربه حتى الموت رحمة الله عليه وقراءة الفاتحة على روح المرحوم أقرأ الله يرحمه يا رب إيمان طيب وين نتعشى في ألمانيا نتعشى على الميت في هولندا نروح هولندا اوف لحظه طيب يدفنوا فين الاسد اسد كم اسد تطلبه بدي منه اسدين اسد واحد الله يرحمه السارق هسه اخذ الايباد واخذ المصاري اللي في الايباد كلهم طب وين راح والله العظيم يا اخوان جد طيب والله ما عندكمش رقم ورنوا عليه انا على تليفون الببث منه اللي على تليفون الببث منه اوه عليا يا لطيف عنده ابن صغيرون والله لا الله يبعد شر عنه يا رب يبعد شر عنه ايمان اعزائنا المشاهدين في خبر عاجل يقولون يمان اختفى ويقولون انه ضحى شافت واحد لابس ابيض واختفى يجي على طول اجى من هذا هل هذا كلام صحيح يا ضحى صحيح شفت شخص لابس ابيض شفتي بعينك لابسه جايه عبسي انت ويقول عبسي انه انا اطلب يمان اسد وما راح اسامحه اليوم القيامه ما ادري شنو ايش بيك عبسي انا متكسف الله يرحمه اول شيء احنا يعني الواحد ميت ما بجوز عليه غير رحمه اما عادي الاسد باخذه من اخوته عادي انا تعرف شو بقول نعم سيد الرئيس انا بقول انه عبسي قال ليمان انه في صدى عشان يمان يهرب عشان ما ينفذوليش احكامي لانهم خافوا مني يعني الموضوع طلع طلع فيلم كله فيلم عبسي قال فيلم في صدى يمان اقول لك طفي طفي نشط الاخبار عيني طفي والله العظيم لا والله لا والله الحرام عليكم انت ايش قاعد تظلم الزلمه لا والله ما يا اخوان طلع الموضوع كله كذب في كذب 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 تمثيل لا ارجع 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 شغل اغاني ايه عشان الجو هذا قال ما رجع موتوا زلمه وتوشوا جنازته والله ما تخافوا الله يزم حرام عليكم لسه ما ماتش تهنى عمره طويل ذاك لا بعد لا لا طلع هذا شو اسمه لعبه انا مو باين في والله طفل بث طب زي خنرن عليه جد والله ايمان خطفوا على البث شو خطفوه؟ تذكروا نفسه صح؟ مافيا هولندا شو؟ داري يمان انا عندي على الانستغرام مين طلعني؟ طلعوا الاثنين مين طلعني طلعوا الاثنين طقت والما طقت خليني اكلمه انستغرام ما بيرن بعتله لسه عايش ببعتله لسه يش
لا لسه لحظة غدر ضاع العمر سكين بتطعن بالظهر ما يرد بيفصل ابعطني تلفوني تلفوني إذا تلفوني وينه فوق ما هو برا صح بحر رن علي ولا عليك اتصل يا اخوان شو كيف اتصل بعد سلام عنه ان شاء الله جيت ابوش ولا هو جيت ابوش انت يا كرنيب لا هلا شنو شاكو شاكو ايش فيك وش الخريان شاكو لا شاكو لا انا والله ما امزح والله خطفوا 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 يمان على البث خطفوا بلا عملوا خطفوا قتلوه قتلوه ايش بقولوا قتلوه على الولد انا يا ما خطفوه على الولد والله خطفوه على الولد جد جد يمين انخطف جد الاغاني عبسي طفي الاغاني طفي الاغاني ما انا طفي الاغاني بلاني طفي الاغاني قلبي يلا وينه باسم يقول خلي يشوف الواتساب اوكي بلانا السلام عليكم عليكم السلام حبيبي شو اخبارك حبيب بلانا المثقف يمان غدروه بالبث غدروه سرقوه حلو حلو باسم الحب اوكي شباب اخونا هذا مدينه العاب موجود ببثنا هذا اخو باسم رحيمه يعني بين قوسين الكل الضيفه شاني اول واحد ضفته شباب الكل الضيفه هذا مدينه العاب عدن بالزيونه الكل الضيفه امانه يلا قلت لك هاي موجود قال بلان هذا اخويا تدلل من عيون والله ما تقصرون دائما انت واخوك بس بين قوسين يعني شدد عمني بالقلب على اساس تعبني اذا ذبلي بعد عزت عاد العالم كله تتابعك إيه انت ذبلي قلب اسموه هيك عافيه بلانة عافيه لا لا شاقه اقوى هي شريط صح وحتى الناس هيك تنتبه شلون يعني يصير عندك بلانة ترى انت انت والله مالك صاحب انت غدار وخاين ها اني خاين تنع والله ما اقول اني لا تعاشر عافيه جواك ليش اقعدوا احكوا حالكم لا خاين وبلا بطيخ قلتيلي وين كنت وين ما انتبهتي له لا انا بخليه في البيت على فكره انا هيدا التليفون لي فاتحه منه لايف من ورا ابني اوخ رميها خلص هكا اطفال هيك الاولاد هيك شنو اسمهم اولادك شو يعني شو اسمهم وليه بدي كذب وليه بتقولي لي جايه على لبنان وانت عم تهربي من الحكم هيك عم تعملي بالكل كل ما بتطلع مع واحد بتقولي له انا جايه على بلدك شفتك اكسبلور ومنافسة فاطيمة بعطيك اسم تصغيرونا يا فاطيمة جايز كبسوا طيب كبسوا يعني حتى مع دوحة يعني دوبل 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 كيفاش تقولها رين دوبل 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 جماعة هو صقر من وش نجيبوه الصقر احنا هسا هذه فاطمه ما تنغي نحن يلا يلا عم نسكر الدبل سقر كمان من وين اجى هيدا السقر يا الاسد كان المتهولي هسه الاسد الصغيرون صقر جمل صقر ولا جمل صقر ولا جمل عشان نقفل الدبل شهي اوراق عينك يسمر شاغلك ويسمر تعبك قولوا ما تقولوا برو ندوا العطلة تعي تعي نرجع نعيد يا بدي شبيكي تعي نرجع نعيد انتي يلا شو بكي طيب ما كمل الدبل يعني شو بكي بلا شي معنا مستوى جايز كبسوا يا حلوين كبسوا وشيروا البس هيدي اخر جولة رح سكري ايه بدي سكر خلص زهقت شلون فكرتيني مثلك تضلني ناطرة ناطرة يجيني مستوى ما عندي مستوى بسكر بتضلك ناطرة يمكن يجيك مستوى والله ابني با ابني با وراك البيت جاي يسمين يميل 17 ديسمبر قولوا ما تقولوا ما ايه شو بتخبرينا خبرينا شي شو عندك شي جديد حابة تعمليه شو مشاريعك هلا عن جد جاية على لبنان ولا والله جاية والله رين والله ايمتن بس ما بحب احكي على سفراتي يعني بخبرك في الخاص بلكي متم بلكي بتعرفي جماعة دبلة الدبل مع بعض الدبل دوبل دوبل يتروبل
دبل دبل جايز سكور اوكي دبل. يلا يا حلوين يلا 56 وردة. انت لو كنت بتهتم انت لو كان عندك دم جماعة احنا يا حلوين كل واحد فيكم يرمي ورده.